أدى قائد الانقلاب في الجابون الجنرال بريس أوليغي نيغما القسم رئيسا انتقاليا للبلاد، وخلال كلمة له عقب تنصيبه تعهد ببدء مرحلة انتقالية فورا والتأسيس لبناء مؤسسات قوية، كما أعلن التحضير لدستور جديد للبلاد عبر الاستفتاء. الجنرال بريس أوليغي نيغما لم يغير زيه العسكري الأحمر للحرس الجمهوري، لكنه اختار تغيير المهام لينصب نفسه رئيسا للجابون لفترة وصفها بالانتقالية دون تحديد أجل لنهايتها. مراسم تنصيب قائد الانقلاب رئيسا للبلاد تمت بعد تأدية نيغما يمينه الدستورية أمام قضاة المحكمة الدستورية في العاصمة ليبرفيل وسط حضور يوحي وكأن الرجل أتى إلى السلطة عبر انتخابات وليس انقلابا.